إجاب. تعال نروح لخبر مهم توقفت أمامه لأنه صادر من وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف بتقول بسبب كورونا ورمضان على الأبواب خلال شهر بإذن الله، كل سنة وانتم طيبين، ممنوع موائد الرحمن. طبعا البعض يعني هو كل الناس أفاضل وأهل خير يعني، ممكن يجي يقول لك بقول لك إيه بقى، خلاص المائدة اللي بنعملها كل سنة وزارة الأوقاف قالت لنا مفيش مائدة، مفيش مائدة علشان إيه؟ كورونا. هي إيه المائدة؟ زي ما حضرتك شايف كده، ترابيزات طويلة وناس قاعدة مترصصة جنب بعض وكله بياكل جنب بعضه وفي معين واحد اطباق يعني وهكذا. فطبعا دي فرصة غير عادية لانتشار الفيروس. إذا كان الصلاة اتمنعت السنة اللي فاتت بسبب كورونا، إذا كان أنت لو بصيت على الكعبة النهاردة مش هتلاقي معتمرين، هتلاقي عشرات الناس بعد ما كان بيصلي فيه مليون واحد. يبقى من باب أولى التجمعات دي تبقى ممنوعة. النهاردة عايز أقول لكل فاعل خير، لكل راجل طيب، لكل سيدة فضلة، مش معنى ان وزارة الاوقاف قالت لن تسمح باقامة موائد الرحمن وان لو حضرتك او حضرتك رحت للمحافظة عشان تاخد الترخيص وتقالك لا يبقى خلاص بقى. لا، انا عايزك تعمل موائد الرحمن بس بشكل تاني. ايه هو الشكل التاني؟ جهز اكلك في بيتك في الجراج، يعني شوف اي صيغة من الصيغ وعلبه في علبة وحطه في كيس. تخيل بقى، حطه في كيس، اي حد هيعدي مش هيقعد، هياخد الكيس ويمشي. اذا موائد الرحمن اللي وزارة الاوقاف قالت مش عايزينها في رمضان وممنوعة هي المائدة اللي هيجلس عليها الناس، لكن ما قالكش ما تعملش أكل في بيتك ولا في الجراج ولا في خيم، ما منعتش الخير. فأنت من النهاردة لو أنت عمال تفكر، فأنا برجوك حافظ على هذا الفعل الطيب. بالعكس، إذا أنت كنت هتعمل خيامية وتأجر ناس وكلام ده، لا، هي الأطباق الفويل حط فيه الوجبة اللي أنت بتعملها، وجبة الخير دي، وحطها في كيس، وكل واحد يعدي من أهل الفضل ياخد هذا الكيس ويتوكل على الله. وبالتالي أدعو جميع المصريين اللي حريصين على مائدة الرحمن يعملوها.